إساءة جديدة للإسلام بالهند من واحدة أقل ما يقال عليها دي بني آدمة براس بخاخة، وهتعرف ليه دلوقتي لما تطلع واحدة المفروض إنها نشطة سياسية وراهبة، يعني المفروض إن ده حد على قدر عالي من الفهم والعقل. المفروض نقول لك والله يوم الجمعة ده المفروض يتلغي والمساجد تتقفل، لأن التجمع بتاع المسلمين ده بيبقى تجمع إرهابي وتجمع كبير جدا وبيحصل فيه حوادث. بس كده يا مؤمن؟ لا مش بس كده، ده كمان بتقول لك إحنا المفروض نهد كل الجوامع اللي موجودة في الهند. بس كده يا مؤمن؟ لا مش بس كده، ده كمان بتقول لك المفروض إن أي هندي يمسك سلاح ترخص له سلاح ويقتل اي مسلم يشوفه. ده مش هتلاقيه بيحصل الا مع المسلمين بس، استحالة تلاقي ده يحصل مع النصارى او مع اليهود او مع اي ديانة تانية، ده بيحصل مع المسلمين بس. لحد امتى؟ لحد امتى هنرضى الدنية في ديننا؟ لحد امتى هنرضى الذل والهوان؟ لحد امتى هنفضل ورا وكل الناس عمالة تسبقنا وكل الناس عمالة تغلط فينا؟ لحد امتى؟ احنا مش هنتغير الا لما من جوه هنا نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده ديننا ودي عقيدتنا. المفروض اننا مؤمنين بده وعلى يقين بده، مش هيتغير حالنا الا لما من جوانا نتغير. اقسم بالله ممكن كل اللي احنا فيه دوت بسبب ذنوب لفئه معينه من الناس، واللي لسه عايشين في ميه البطيخ وبيقولوا لي ذنوب ايه بقى، ما تفككوا من النغمه الحمضانه دي. اقول لهم هو مين اللي اهلك قوم عاد؟ ذنوب. مين اللي اهلك قوم ثمود؟ الذنوب. مين اللي اغرق قوم فرعون؟ الذنوب. مين اللي اهلك قوم صالح؟ الذنوب. مين السبب في اللي احنا فيه دوت من ذل وهوان وتاخر؟ اقسم بالله انها الذنوب. احنا محتاجين توبة تنظفنا من جوه، محتاجين نغضب للاسلام غضبة تفوق قلوبنا من الغثيان اللي هي فيه. احنا محتاجين نفوق، محتاجين نصحى، محتاجين نرتب اولوياتنا جوه عقلنا وجوه نفسنا، محتاجين ان الاسلام والدين ياخد مكانته الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، رقم واحد مش رقم عشرة او على الهامش حتى. احنا محتاجين نفوق، محتاج ترتب اولوياتك، محتاج تجيب الاسلام من ورقة الهوامش بتاعتك وتحطه في اولوياتك. محتاج الاسلام يقودك، محتاج الدين يقولك اعمل ايه وما تعملش ايه. اركن الهوى ابوس ايدك، اركن نفسك الاماره بالسوء دي ابوس ايدك. والله والله ما جبناش ورا الا الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول في القران انما جزيناهم ببغيهم. الله سبحانه وتعالى يقول في القران ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله سبحانه وتعالى بيقول وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى بيقول فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله سبحانه وتعالى بيقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وغيرها كتير من الآيات اللي بتقولك كل ضنك كل هلاك كل سواد انت بتشوفه في حياتك بسبب الذنوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بس كده.